السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في ملعب ركيك عبد القادر الرديوس. واش نقول لكم جماعة، اليوم مفاجأة من العيار الكبير. عيطوا لي قالوا لي واحد السيد راه هنا في القهوة تاع مارافاس. قلت لهم شكون؟ قالوا لي سعيد بودي صاحبي خونا. توحشناه جماعة للأمانة، سعيد بودي خونا وقبل حي مارافال. هذا الملعب راكم تشوفوه هنا، هذا استاد رابيوس كي كان تيف، كي كان تراب احمر، ومن بعد ولا بالتيف ودروا كره في الضرب. هذا استاد جماعة قبل احنا من كنا صغار الى ساهم فيه، وكان زعيم تاع لي تورنوا انتر كارتي هنا هو خونا عبد السلام تاع لوريروس وجماعة تاع مارافال. سي كراسا خونا سعيد. سعيد خويا اليوم قررنا احنا كاع كيما رانا باش نكرمو ونقول لك بارك الله فيك على هذا الستاد، باسكو في الثمانينات والتسعينات بغاو ستاد ثاني يدوه. حنا كنا صغار وكنت انا شكل جيت النخله تاع مارافال وقالوا لي بلي كاين ناس وقفوا باش يقعد، واحد من هذيك الناس اللي وقفوا باش الملعب نوصل الموصل اللي راهم فيه، والصغار هادو كيما راهم لقاو باش يترينو، ولي جان تاونا ليهم يلعبوا في هذا الستاد ويلعبوا في هذا الستاد، فهمت؟ كراسه واحد كيما هذا. سعيد باش نقول لك بارك الله فيك والله يسترك والله يحفظك. متواجد معنا الصغار هادو اللي يتمنوا مستقبل زاهر، ابراهيمي ولد حي مارافال ثاني وصديق خوسي طيب ثاني بلا ما نحكي لكم عليه، اونسي جوار تاع مودي ولد حي خوراس البو هو ولد حي سان بيرو ميرامار بصح في الثمانينات تكن هماك ويعرف سعيد غايه. مصطفى بن شيخ ثاني خونا ولد الحي لا فامي كباش، تحياتنا للاب. نكرموا سعيد خونا على المجهود اللي بذلها فيما يخص، يعني نقول لكم حاجه طيبه، واحد 30 عام غير مقابل لي تو مقابل الشبيبه. سعيد كاين حاجه ثاني طيب نقولها، سعيد ابار اون بليس على الفوتبول وعلى الدورات كان يضل مع لي جان، عمره ما كان يتكبر على الصغار. عنده هذه الاولى ميداليه تاع الهيرفان يهديها لك فوسي طيب. صفقوا لكم عليها. وهذه شهاده شرفيه انسيست حاجه قال لي دخل لي اللوغو تاع لمسيو. سعيد راه يسكن في بيني صافا، اروح ابراهيمي وروح مصطفى، اروح كباشيه اي اروح كباش. ها اخويا ها زين ميرسي عليا. هذه واحد الامانه غاليه راهي هنايا، فيها ايكيبمون وفيها واحد الحاجه مكان لها نقول، حاجه مكان لها نقول. اعطيها المدام، اي اعطيها لها انت، اي الصغار باش يتعرفوا بك. وهذا الكات تاع القران يهديه لك، سعيد تقول على هذا التكريم اليوم، سعيد تقول على التكريم اليوم. سعيد احكي لنا حاجه، سعيد احكي لنا حاجه على مارافال هنا. سعيد قول لهم بلي انا كنت تقول لي تغلوا، كنت تقول لهم هذا مازال يكون رئيس هنا. سعيد راك فرحان، هذا استاد سعيد، هذا استاد مزيان ما داواش، مزيان ما بناوش فيه، راك لاقي لي جيران يرحموا وانت واحد منهم اللي ساهم. طيب شنو تقول على سعيد؟ هذا لله. انا نهار اللي تقدم على حي مارافال من اول ريف تقريبا فين هذا؟ تقريبا ماضيه تقريبا فينامون مثلا اهل الدنيا عندها كيما ولدي بكر ابراهيم ايش تقول عليه؟ راجل مصطفى ما نزيدوش نعطوا راجل تاع بصح سعيد وزيد يبارك فوتنا معاه هي ما تشبه صح. منتخبنا ابراهيم ما كنتش تبغي تخسر، هو كان اربيتي لا غالب صح، غير هو اللي كنت تبرع، غير هو اللي كنت تبرع. مصطفى شنو تقول على مصطفى؟ على سعيد، سعيد بس ملاح انا قدامك بارك الله فيك. مصطفى والله وانت انت اللي قادر بعد الله. شوف حضر كحاضر هضره بصح كاينه حاجه ما قلتش. التليفون على سعيد والله يحفظ الرادياس، يحفظ الرادياس. لا لا سعيد اسمع، عاودها خويا اسمع. سعيد خونا يستاهل كل خير. سعيد حاجه اللي ناكد لك عليها سعيد، كل مره تحقق حاجه روح هذا ستاد سالفيه
حنا ما باقينا والو، تيجوني نقول لهم لا جينيراسيون يكون طالعين دروك، يا ربي رانا 50 عام دروك، بالك الى ربي طول الصحه نزيدو 10 ولا 50 اخرى ونخليهم. الحمد لله راه في امانه ماشي ما نخافوش، باسكو غير ولاد مره فرعهم شديد. سعيد ربي يحفظك والله يسترك، سبقونا على سعيد ثاني اخويا، ربي يحفظك.